لا يزال أهالي مدينة الرقة يعانون أثناء التنقل بين ضفتي نهر الفرات، كون هناك على نهر الفرات جسران رئيسيين يعرفان باسم الجسر القديم والجديد، وهما مدمران بشكل شبه كامل. هنا يستخدم الناس العبارات للتنقل، وهذه العبارات تقوم بنقل السيارات مقابل 500 إلى 1000 ليرة سورية حسب حجم السيارة، وكذلك هناك قوارب صغيرة تقوم بنقل المواطنين مقابل 100 ليرة سورية عن كل شخص. المواطنون يطالبون مجلس سوريا الديمقراطية بالإسراع في صيانة وترميم الجسر القديم وكذلك الجسر الجديد. بحسب مسؤولي المجلس من المتوقع أن ينتهي صيانة الجسر خلال الشهرين القادمين، بسبب كون المنطقة حالياً نحن في فصل الشتاء، هناك الكثير من الحوادث التي تعرضت لها هذه القوارب جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، وكذلك